طمنجاتي نشوفكم. هو يعني فرصة لهذا اللقاء السنوي. هاي اليوم الثالث مع المهرجان. ابتدأنا في نابلس ومن ثم في خان الوكالة في داخل البلدة القديمة في نابلس. واليوم يوما حافلا منذ الصباح هنا في هذه العراقة والحضارة والتاريخ سباستيان. فأهلا وسهلا بكم. الآن سوف نكون مع فرقة السامر. فرقة السامر يجمع مهرجان تمنجاتي بين أربعة موسيقيين ومغنيين عاصروا وشاهدوا نمط الحياة البدوية في أربعة وراء.